الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. مساء الخير، مساء الانتصارات، انتصارات اكتوبر ان شاء الله حاجه جميله جدا جدا جدا، وكل الشعب المصري بخير، وكل الشعب المصري طيبين، وكل شهيد في الجنه. زي ما حضراتكم عارفين بكره ان شاء الله الكل، كل مصر الحقيقه هتحتفل بانتصارات 6 اكتوبر. حتى هنا في النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي الكل بكره سيحتفل بانتصارات 6 اكتوبر. هذه الحرب العظيمه جدا جدا جدا. بكره ان شاء الله هيبقى في سهره بالليل مع في برنامج سهره مع، هتبقى عندنا انتصارات ونحتفل مع حضراتكم بهذه الانتصارات اللي دايما كلنا بننتظرها كل سنه. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل شهيد في الجنه يا رب ان شاء الله. عايز اقول لحضراتكم سهره مع بكره هتبقى مع الزميل محمد الجندي، هتكون مع حضراتكم بكره ان شاء الله في تمام الساعه 11. هنحتفل مع حضراتكم بانتصارات 6 اكتوبر. عايز اقول لحضراتكم النهارده ان شاء الله ايضا في مباراه النادي الاهلي ونادي اسوان، مباراه سوف تقام في تمام الساعه 3 بتوقيت القاهره في استاد اسوان. المباراه دي زي ما حضراتكم عارفين هي المباراه الثالثه في الدوري العام المصري، ان شاء الله تبقى مباراه الانتصار رقم 6 في كل البطولات اللي بيلعبها النادي الاهلي مع ريني فايلر، او منذ ان اصبح ريني فايلر المدير الفني للنادي الاهلي. لعبنا في البطوله الافريقيه، كسبنا مباراتين مع كانو سبورت ذهابا وايابا، لعبنا مباراه السوبر المحلي وكسبنا نادي الزمالك 3-2 وفزنا بالسوبر المحلي 2017-2018، لعبنا مباراتين في الدوري العام المصري ضد نادي سموحه في اولى المباريات وكسبنا 1-0، في المباراه الثانيه كسبنا الانتاج الحربي 4-0. النهارده ان شاء الله تكون المباراه الثالثه ويبقى ختام الفتره الاولى ان شاء الله، ختام خير. النهارده مباراه مهمه، مباراه صعبه في اجواء صعبه جدا بالمناسبه، زي ما حضراتكم شايفين النهارده درجه الحراره يعني اعتقد هتبقى فوق ال 40 في اسوان، ولكن تظل دائما اسوان هذه المحافظه الجميله جدا جدا. اهل اسوان اطيب ناس معروفين في العالم العربي كله، ان اهل اسوان هم اطيب ناس. عشان كده عملنا تقرير هام جدا، وتقرير بمناسبه وجود النادي الاهلي في محافظه اسوان. خلينا نروح نشوف تقرير عن اسوان. اسوان اهل الكرم، اهل النبل، اهل الاخلاق، اهل كل حاجه حلوه الحقيقه. خلينا نطلع نشوف تقرير عن مدينه اسوان ونرجع نكمل مع حضراتكم. أسوان عروس النيل هي بوابة مصر المحروسة من الجنوب، حلقة الوصل بين شطري وادي النيل شماله وجنوبه. أطلق عليها المصريون القدماء سونو، تعني السوق. حرف الإغريق الاسم إلى سين، ثم أطلق عليها الأقباط سوان، إلى أن جاء العرب في القرن السادس الميلادي فنطقوها أسوان. تقع محافظة أسوان جنوب جمهورية مصر العربية، تحدها من الشمال محافظة قنا، من الجنوب جمهورية السودان، شرقا محافظة البحر الأحمر، غربا محافظة الوادي الجديد. درة النيل هكذا يطلق على مدينة أسوان الساحرة التي تتمتع بالجمال على ضفاف النيل. تتفرد محافظة أسوان عن غيرها من المحافظات الأخرى بجمال نهر النيل، حيث موقع الصخور والرمال والخضرة على ضفاف وادي النيل، بالإضافة إلى البيوت النوبية ذات الألوان الزاهية، بجانب انتشار الحدائق الخضراء والمتاحف والمعابد الأثرية على جانبي النيل الأزرق. استطاعت أسوان أن تجذب أنظار الملايين سنويا إليها، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو من كافة أنحاء العالم. السياحة في أسوان ليست فقط آثارا قديمة، لكن يوجد الكثير من معالم أسوان الهامة. تعتبر شمس أسوان ساطع أهم معالم تلك المدينة الساحرة، حيث يفد إليها سياح أوروبا التماسا للدفء من صقيع بلدانهم في فصل الشتاء، وأيضا تنتعش السياحة العلاجية في أسوان وكذلك الترفيهية. فيها المحميات الطبيعية، المناظر الخلابة،
الشلالات العظيمة وأيضا السد العالي، رمز كفاح ونجاح الشعب المصري من أجل التنمية والرخاء. كرم، شجاعة، انتماء، صفات تلخص صفات أهل هذه المدينة السمراء، أو كما أطلق عليها عبر التاريخ، هي من أطيب المدن وأقدمها، مدينة التضحيات، قيل عنها في حكايات أخرى. وعلى الرغم من تعدد صفاتها، إلا أنها تظل مركب مسجلة للأخلاق والنبل على مر العصور. تظل دائما أسوان درة النيل، حاجة جميلة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الواحد كان نفسه يكون موجود في أسوان هذه الأيام، علشان الواحد بقاله فترة برضو ما راحش أسوان، ولكن تظل دائما أسوان هي درة النيل. خلينا نرجع للمباراة مرة أخرى، مباراة مهمة، مباراة صعبة، الأسبوع الثالث في الدوري العام المصري. زي ما حضراتكم شفتوا النادي الأهلي أدى بشكل رائع جدا في مباراة الإنتاج الحربي، ومعنى أن النادي الأهلي أدى بأداء رائع ده مش معناه أن فريق الإنتاج لم يكن يؤدي بشكل جيد. خدوا بال حضراتكم، وده الكلام اللي بيتقال دلوقتي، يعني لو حضراتكم تسمعوا الكلام اللي بيتقال دلوقتي هتعرفوا اللي أنا قلته لحضراتكم قبل كده من حوالي أسبوع، الأسبوع اللي فات أنا قلت لكم أن الحرب هتبتدي على النادي الأهلي، بدايتها كانت على كلام على مباراة الإنتاج الحربي. كل دلوقتي بيقول لك أصل الإنتاج مش عارف إيه وكابتن مختار إيه والكلام ده كله، كل الكلام ده طبعًا كلام عاري تمامًا من الصحة. كابتن مختار ده من أنظف الشخصيات اللي تتعامل معاها في حياتك، كابتن مختار مختار واحد من أفضل الشخصيات اللي تقدر تتعامل معاها، واحد من أفضل المديرين الفنيين اللي موجودين في مصر خلال الفترة الأخيرة. ما كانش موفق أو فرقته ما كانتش موفقة في هذه المباراة نظرا لارتفاع مستوى لاعبي النادي الأهلي. لما تيجي تتفرج على المباراة مرة تانية لكل جمهور النادي الأهلي اللي بيتفرج على المباراة مرة واثنين وثلاثة، هتلاقي إن النادي الأهلي في هذه المباراة أدى مباراة ممتعة من كل الوجوه. عندك 11 لاعب كانوا موجودين في الملعب، كلهم الحقيقة بسم الله ما شاء الله كانوا متألقين. الثلاث تغييرات اللي عملها ريني فايلر كانوا أيضا متألقين، ومنهم وليد سليمان أحرز هدف المباراة الرابع. وبالتالي هتلم على الناس منين ولا منين، أو هتقفل على الناس منين ولا منين، من ناحية حسين الشحات، ولا من ناحية رمضان صبحي، ولا من ناحية علي معلول، ولا من ناحية فتحي أو هاني، ولا من وسط الملعب، من جونيور أجايي، ولا هتقفل على الناس منين ولا منين. خدوا بال حضراتكم الكلام ده كلام مهم جدا جدا جدا. البعض يحاول تصدير، مش هقول احباط، ولكن تصدير ان النادي الاهلي ما لعبش فرق كبيره. اوكي، انتوا حرين، اللي عايز يقول كده يقول، واللي عايز يفتكر فريقه كده او بهذا الشكل انتوا حرين برضو، ولكن كلنا هنا في النادي الاهلي او في قناه النادي الاهلي في ملعب الاهلي عندنا احترام كبير جدا جدا لكل الفرق اللي لعبناها. لعبنا الزمالك وكسبناه، الزمالك فريق جيد، لعبنا سموحه وكسبناها، وسموحه ايضا فريق محترم جدا، ايضا الانتاج الحربي لعبناه وكسبناه، والانتاج الحربي من الفرق المحترمه. مش ذنبنا ان بقيه الفرق بتخسر من النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى ان يكون النهارده الانتصار السادس للنادي الاهلي تحت قياده ريني فايلر، ونقفل بقى على الفتره اللي فاتت، وان شاء الله زي ما حضراتكم عارفين الفتره القادمه هتبقى في توقف للدوري العام بسبب مباراه بتسوانا الوديه لمنتخبنا الوطني. كل التوفيق طبعا للكابتن حسام البدري وكابتن محمد بركات والجهاز المعاون للكابتن حسام البدري. المباراة القادمة إن شاء الله هتبقى يوم 19 أكتوبر، هتبقى النادي الأهلي سوف يلاقي نادي الزمالك قمة الدوري العام المصري أو كلاسيكو الدوري العام المصري، إن شاء الله هيبقى يوم 19 أكتوبر. وبالتالي عايزين نقفل بقى الفترة دي ونبتدي إن شاء الله ربنا يكرمنا النهاردة، وبعد كده نفكر بقى في الفترة القادمة. خلينا نروح لأسوان مع زميلنا محمد الدكروري من أسوان على الهاتف يقول لنا اخبار الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي في اسوان ايه. اذكروني ازيك. صباح الفل يا كابتن اسلام. صباح الفل يا حبيبي، الحمد لله كله تمام. يعني قول لنا برضو النهارده، امبارح انت كنت معانا لغايه الساعه 1 بالليل، قول لنا النهارده ماذا حدث في مقر اقامه النادي الاهلي. اللي حدث النهارده يا كابتن اسلام ان الفطار كان في تمام الساعه 8:30، ثم كان الغداء كان الساعه 12،
11 وربع بالظبط، ده كان 11 وربع، استمر لحد الساعه 12 الا ربع، المحاضره كانت الساعه 1 الا ثلث، وحاليا الفريق بيتوجه من الفندق دلوقتي الى ملعب المباراه بنحو داخلين الكابل. لحظات قليله يبقى معاك كل الفيديوهات يا كابتن. ما احنا قدامنا فعلا ماتيريال تحرك النادي الاهلي، او ده قبل التحرك اعتقد، ده المحاضرة. اعتقد حضرتك المحاضره دلوقتي، لكن التحرك الان احنا نتحرك الان. طيب عايز اقول لحضرتك برضو، عايز اسال حضرتك عن كابتن محمود الخطيب، موجود اعتقد في النادي هناك في اسوان ولا لا؟ وانا هو مش موجود في فندق الاقامه. مش موجود في فندق الاقامه، اصل انا شفت صوره كده فقلت اسال هو ولا مش هو. طيب متى سيتوجه بعثه النادي الاهلي الى ملعب المباراه؟ الان دلوقتي. دلوقتي على طول الان حالا دلوقتي حالا دلوقتي بيتحركوا. طيب خلال بالظبط مع حضرتك ومع حضرتك الفيديو. الحراره اخبارها ايه؟ درجه الحراره عاليه جدا يا كابتن اسلام، قال يعني انا درجه حرارتها كانت تكون 42 رطوبه بشكل بشع يعني. طيب هل السويسري ريني فايلر استبعد بالفعل احمد الشيخ واليو ديانج وجيرالدو ومحمود وحيد ومصطفى شوبير من مواجهه اسوان النهارده؟ خلال دقايق هكون مع حضرتك ثاني وابلغ حضرتك فورا. طيب يبقى انا هسيبك دلوقتي يا دكروري، واول ما تعرف سواء عرفت تشكيل او عرفت من سيتم استبعاده ومن سيكون في القائمه الرئيسيه للنادي الاهلي تجي لنا مره ثانيه علشان تبلغنا ماذا يحدث في ملعب المباراه. زي ما حضراتكم شايفين دايما بنحاول على قد ما نقدر نحط حضراتكم في كواليس ما يفعله لاعبو النادي الاهلي في مقر اقامه النادي الاهلي في اسوان. زي ما حضراتكم شايفين كل اللاعبين في وقت الغداء متوجهين للغداء، وحسام عاشور ومصطفى شوبير وبقيه اللاعبين متواجدين هيتغدوا طبعا، وبعد الغداء هيكون ان شاء الله في محاضره فنيه. طبعا الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده منذ قليل، الان بعد او منذ قليل ايضا انتهت محاضره الفنيه للاعبو النادي الاهلي، وبعد قليل سوف يتوجه الاتوبيس الخاص بالنادي الاهلي الى ملعب المباراه. ولكن دايما بنحب نحط حضراتكم في كواليس ما يحدث في فندق الاقامه. صلاح محسن النهارده هيكون على دكه البدلاء، او لسه هنتعرف اكتر على الموضوع ده. كابتن سامي قمصان، الكابتن سمير عدلي، كل الاداريين والكل الحقيقه في خدمه لاعبي النادي الاهلي. شفتوا طبعا حضراتكم او سمعتوا من محمد الدكروري، عرفتوا ان درجه الحراره اعتقد فوق ال 40 42 43. اتكلمنا امبارح في ملعب الاهلي عن ان درجه الحراره سوف تؤثر بشكل او باخر على لاعبي النادي الاهلي. خدوا بالكم خلال الفتره اللي فاتت لعيبه النادي الاهلي دايما بيتمرنوا بالليل وبيلعبوا بالليل، وبالتالي مباريات الظهر دي بتبقى صعبه شويه على اللاعبين. يعني اسالوني انا في الحاجات دي، لانه ماتشات الظهر بتبقى ماتشات يعني صعبة شوية. لعبنا ضد كانو سبورت، ولكن أسوان مختلفة. 90 دقيقة اللي بتلعبهم على ملعب المباراة بيبقوا 90 دقيقة مختلفين تماما، خصوصا لما بتبقى الساعة 3 الظهر. وبالتالي يعني إن شاء الله كل الأمنيات الطيبة لكل اللاعبين النهاردة إن هم يؤدوا مباراة جيدة تليق باسم النادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين الكل الآن متوجه إلى غرفة المحاضرة الفنية علشان ياخدوا المحاضرة الفنية، وبعد كده إن شاء الله يتوجهوا إلى ملعب المباراة. طبعا بعد قليل هنجيب لحضراتكم التشكيل الرسمي لهذه المباراة. زي ما قلت لحضراتكم مباراة صعبة، مباراة مهمة، ثالث مباراة في الدوري العام المصري، نهاية مرحلة. المرحلة دي كان فيها ست مباريات أو خمس مباريات سابقة، وإن شاء الله مباراة اليوم ضد نادي أسوان. كل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي في هذه المباراة في ظل الأجواء الصعبة. وعرفنا أيضا أن ملعب المباراة مش كويس جدا، يعني ملعب المباراة صعب جدا. الله يكون في عون كل المسؤولين على أسوان أو على كرة القدم في نادي أسوان. الحقيقة أسوان طبعا من الفرق أو من المحافظات الكبيرة جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت دائما دي صوره الملعب امام حضراتكم، دائما ما بيعانوا من مشاكل ماديه. ربنا يكون في عونهم ان شاء الله. ان شاء الله اسوان، انا من وجهه نظري او انا من الناس اللي حابب ان اسوان ان شاء الله تقعد في الدوري العام المصري هذا
الموسم طبعا مش على حساب النادي الاهلي، ولكن اتمنى ان اسوان ان شاء الله السنه دي تقعد في الدوري العام المصري، لان محافظه اسوان تستحق فريق جيد يفضل موجود في الدوري العام المصري. خلينا نروح لجرافيك المباراه. الدوري الممتاز موسم 2019-2020 الاسبوع الثالث. النهارده السبت 5 اكتوبر 2019 نادي اسوان سوف يلاقي النادي الاهلي. نتائج مباريات الاسبوع الثالث، الاسبوع الثالث لم تلعب فيه الا مباراه واحده، النهارده في حوالي ثلاث مباريات، وانطلقت او انطلق الاسبوع الثالث امس بمباراه سموحه وام بي وفوز نادي سموحه على نادي ام بي بهدفين مقابل هدف ليتعقد موقف نادي ام بي، مش يتعقد ولكن يتعقد موقف علي ماهر المدير الفني لنادي ام بي، وسموحه يسير على الضرب الصحيح خلال الفتره السابقه، هزم اول مباراه، تعادل في ثاني مباراه، النهارده سموحه بيكسب او امبارح سموحه كسب ام بي بهدفين مقابل هدف، وحسام حسن لاعب نادي سموحه احرز هدف من اجمل اهداف الدوري العام المصري. مباريات اليوم اربع مباريات اليوم مش ثلاثه. في النادي الاهلي سيبدا المباريات اليوم ضد اسوان الساعه 3 عصرا، والمقاولين العرب سيلاقي الانتاج الحربي في تمام الساعه 5:30، ووادي دجله سيلاقي نادي الاسماعيلي ايضا في تمام الساعه 5:30، وتختتم مباريات اليوم بمباراه المصري البورسعيدي امام الاتحاد السكندري في واحده من كلاسيكيات الدوري. اما خط الهجوم احمد عبد الظاهر، فادي فريد، اميد اكري، ابراهيم جلال، مع مدير فني كابتن مجدي عبد العاطي. طاقم التحكيم لهذه المباراه كابتن محمد الحنفي حكما للساحه، حكم مساعد كابتن احمد توفيق طلب، ايضا كابتن شريف عبد الله حكم مساعد، اما الحكم الرابع كابتن محمد ابو خاطر. قبل بس ما اطلع اشوف تقرير عن طاقم التحكيم، عايز اقول لحضراتكم ان احنا ما عندناش مشكله مع التحكيم، نادي الاهلي ما عندوش مشكله مع التحكيم، كل اللي بنطلبه واللي هنفضل نطالب به خلال الفتره القادمه هو العداله التحكيميه للنادي الاهلي ولكل الفرق المصريه. خلينا نتكلم عن النادي الاهلي. لما يبقى ليك ضربه جزاء كل اللي بنطلبه ان من فضل حضرتك احسب لنا ضربه الجزاء. لو علينا ضربه جزاء او ضد النادي الاهلي ضربه جزاء صحيحه من فضلك احسب ضدنا ضرب الجزاء، مفيش أي مشكلة عندنا في هذا الموضوع، ولكن مش لما يبقى في ضرب الجزاء للنادي الأهلي تلاقي العيون مقفلة، ولما تبقى في ضرب الجزاء ضد النادي الأهلي تلاقي كل العيون مفتحة. فكل اللي بنطلبه خلال الفترة القادمة إن شاء الله يبقى في توقف، بعد التوقف أو بعد مباراة اليوم للنادي الأهلي في توقف، خلال التوقف ده يجب أن يكون هناك معسكرات قوية جدا 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 للحكام المصريين. إذا أردنا أن يسير الدوري العام بشكل جيد يجب أن يكون التحكيم المصري عادل، يجب أن يكون التحكيم المصري تحكيم عادل على الجميع، مش ضد حد ومع حد. اللي حضرتك شايفه من فضلك احسبه بغض النظر عن النتيجة، 1 2 3 4 5 6، مغلوب كسبان، الحكم ملوش أي علاقة بهذا الموضوع. هنفضل نتكلم في هذا الموضوع لغاية إن شاء الله ما نلاقي تحسن، لأن في النهاية التحكيم المصري هو جزء من او عنصر اساسي من عناصر كرة القدم المصرية، وبالتالي كل اللي نتمناه العدالة التحكيمية. خلينا نطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم، وبعد كده هنرجع نتكلم عن الصحافة المصرية وماذا قالت عن مباراة اليوم. مباراة او اللي هيحكم مباراة اليوم نتمنى له يا رب كل التوفيق وتقديم العدالة التحكيمية في هذه المباراة، مش زي اللي شفناه في المباراة السابقة. خلينا بقى نروح لماذا قالت صحف المصرية عن مباراة اليوم، ثالث مباريات الدوري العام المصري بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي يلاقي نادي أسوان. خلينا نروح نشوف ماذا قالت الصحافة المصرية. من الأهرام: النادي الأهلي يتحدى حر أسوان والاتحاد يصطدم بالمصري البورسعيدي. من أخبار اليوم: ارتياح جماهيري لأداء الفريق مع السويسري فايلر، الأهلي الجديد يبحث عن الفوز السادس أمام أسوان. أما من الأخبار المسائي:
الأهلي بالنجوم يواجه أسوان في عز الحرب، حامل اللقب يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري، وبطل الجنوب يراهن على الفوز. الشياطين يتحدون أسوان في عز الحر، ده من جريدة الجمهورية. من جريدة المساء، الأهلي الآن من نار أسوان، الأحمر ناوي على مواصلة حصد النقاط، وأبناء الجنوب طمعانين في النقاط. من اليوم السابع، الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية على حساب أسوان، فايلر يراهن على التدوير لعبور كمين الصعيدة، وعبد العاطي يحذر لاعبيه من التراجع والخوف، وفايلر يحذر من الحرارة المرتفعة. أما من جريدة الدستور، الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية على حساب أسوان، فايلر يراهن على التدوير لعبور كمين الصعيدة، وعبد العاطي يحذر لاعبيه من التراجع والخوف. من الشروق، الأهلي في مهمة مواصلة الانتصارات أمام أسوان، وفايلر يسعى لتحقيق الفوز السادس منذ توليه المهمة، عودة الشيخ وديانج، وعبد العاطي يعتمد على الهجمة المرتدة. من الوطن، الأهلي يتحدى الإجهاد وطموحات أبناء الجنوب لاسترداد القمة، فايلر يدرس الدفع ببعض البدلاء، وديانج وأزارو في الصورة من البداية، وأسوان يراهن على خبرة عبد الظاهر. من المصري اليوم، قطار الأهلي السريع يتحفز لتخطي أسوان، درجة الحرارة المرتفعة تؤرق حامل اللقب، وأمصان نسعى لمواصلة الانتصارات. طيب، دي كانت الصحافة المحلية وماذا قالت عن هذه المباراة. كل اللي عايز أقوله لحضراتكم إن هي مباراة صعبة جدا، مباراة في الأسبوع الثالث للدوري العام المصري. بعد هذه المباراة سيكون هناك توقف لمدة تقريبا أسبوعين أو 10 أيام، بعد كده هنرجع إن شاء الله على مباراة نادي الزمالك اللي هتبقى يوم 19 أكتوبر. كل الأمنيات الطيبة للفريقين النهاردة. طبعا النادي الأهلي نتمنى له كل الفوز، أيضا كل التوفيق لطاقم التحكيم وتحقيق العدالة التحكيمية في هذه المباراة. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل دكتور أحمد ثابت، نتكلم عن طريقة لعب أسوان، وأيضا هنتكلم عن أهم الأرقام والمقارنات ما بين لاعبي النادي الأهلي ولاعبي نادي أسوان. بعد هذا الفاصل دكتور أحمد ثابت. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير. ازيك كابتن فتحي؟ يا كابتن اسلام، حضرتك كله تمام؟ الحمد لله. الله يخليك يا كابتن. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. كابتن محمد، ازي حضرتك؟ ازيك يا اسلام؟ ايضا النجم الكبير كابتن اسامه حسني. ازيك يا كابتن اسلام؟ مبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام. كان هناك انباء عن تاجيل مباراه النادي الاهلي لمده ساعه، ولكن حتى هذه اللحظه لم تتأجل مباراة النادي الأهلي. أنا بحس حابب أقول لحضراتكم أول بأول الأخبار اللي بتكون عندنا، المباراة لن يتم تأجيلها حتى هذه اللحظة، المباراة ستقام في تمام الساعة 3 منعا للغط اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا. لو في أي تأجيل يبقى حضراتكم خليكم معانا هنا على قناة النادي الأهلي تشوفوا تحليل نجومنا الكبار لهذه المباراة، ولو في تغيير في هذا الموضوع هنقوله لحضراتكم. ولكن مباراة النادي الأهلي ضد نادي أسوان في تمام الساعة 3، وأعتقد يا كابتن فتحي حضرتك قلت لي كلمة حلوة جدا دلوقتي، قلت لي كرة القدم للمتعة وليست للعذاب. طبعا كابتن اسلام، انت يعني كرة القدم من احد، يعني احنا خدها من غير الاحتراف واللي احنا بنقول كده، بتلعب ليه؟ مش 11 يلعب 11 عشان واحد ياخد كاس او ياخد درع، ده عشان الجمهور يستمتع بحاجه بيحبها، بيحب كره القدم. في ناس بتحب كره السله، في ناس بتحب كره الطايره، في ناس بتحب السباعه، في ناس بتحب، اكبر شعبيه في العالم هي كره القدم. فالناس بتحب تستمتع زي اللي بيحب يتفرج على فيلم، زي اللي بيحب يتفرج على مسرحيه. فانا بستمتع ان انا اشوف مباراه كره القدم.
طيب ازاي استمتع بان انا اشوف مباراه كره القدم؟ اوفر لهؤلاء اللاعبين ال 22 اللي في الملعب والثلاثه الحكام اللي بيلعبوا احسن ظروف عشان يقدموا لي احسن عرض. صح. وبمناسبه بس كلام عليك ان اصل الناس بتقول لك ايه اصل اسوان، لا اسوان ما كل لعيبه اسوان، ما التشكيله قدامنا كل لعيبه اسوان من القاهره ومن هنا ومن هنا. صحيح. ومن هنا حتى بعيدا عن اسوان يعني. يا كابتن حتى لو هم موجودين من اسوان، لو هم مولودين في اسوان لا معايشين، طب ليه نروح بعيد؟ احنا بنقول دلوقتي اتفقنا انها المتعه طبعا. طيب قانون كره القدم، القانون نفسه ده 17 ماده، البند الاساسي فيه القانون وضع لحمايه اللاعبين. ايوه. طيب ده قانون كره القدم. مسابقات كره القدم لامتاع المتفرجين اول بند لها في شرط انك امتاع انك تخلي كل لاعب من اللعيبه في الملعب يطلع احسن حاجه عنده سواء اللاعبين او الحكام. هتقول لي مفيش جمهور، ماشي جمهور قاعد في التلفزيون هيقعدوا قاعد في التكييف، في التكييف. واللي هيمتعوني بيتعذبوا لان درجه حراره 43 44 لا تطاق درجه الحراره في هذا الجو ضد سلامه اللاعبين. بلاش انها انك اهلي او زمالك او اسوان او كده، هذا الموضوع موضوع لابد ان اللجنه اللي هي موجوده، وبنقول ان دي لجنه علميه ولجنه بتعمل التطوير، هل التطوير ان انا العب في درجه حراره 43 43 44؟ تقول لي طب ممكن يعملوا ايه؟ ممكن الاتحاد، مش حول النادي الاهلي، الاتحاد يتحمل جزء من تكلفه الكهرباء لنادي اسوان في جميع مبارياته اللي بتقام هناك، طالما انت هتعمل لي مباراه الساعه 3، مش للاهلي، لكل الفرق، لان اللعيبه دول هم ملك او ثروه قوميه. انا ما اعرفش في هناك كهرباء ولا لا، ولكن لا في اضواء الملعب طبعا، الملعب مضاء والملعب كان هيتعمل فيه بطوله افريقيا، كانوا لما قالوا الكلام ده وعاوزين كان التطوير ده كمان. يا كابتن هات لنا صوره الملعب. صوره الملعب، هات لنا صوره الملعب يا سمير لو سمحت، اللي احنا كنا جايبينها حاجه بصراحه. انا يعني اصل اسوان دي يا كابتن في قلوبنا كلنا يعني. بص يا كابتن، بص شكل الملعب. لا ده خلي بالك، ده الشكل العام، انت بقى شوف النجيله نفسها الارضيه تقيله. النجيله نفسها انا بتكلم مع حد من كام رمل كمان بيقول لي يعني يا كابتن النجيل. اسلام الملعب حاجه كده يعني صعبه جدا. صح. اي كره صراحه هتقف واللعيبه اسوان بهذه المدينه العظيمه ودره النيل والمدينه اللي كلنا بنحبها ان يكون فيها استاد بهذا الشكل وبهذا المنظر. ممثل الصعيد الوحيد انت النهارده في خط الصعيد كله، مش وجه بحري، بدل ما الناس تقف معاه اسامه يعني بجد والله، بعيدا بقى عن المباراه وبعيدا عن اللي بيحصل، بدل ما الناس تقف خلي الناس تروح تتفرج في مباراه اسوان. الناس كلها بتنتظر النادي الاهلي، الناس كلها بتحب النادي الاهلي، الناس كلها عايزه تتفرج على النادي الاهلي، خلي الناس تروح تتفرج في المباراه وهيئ جو زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فتحي، هيئ جو مناسب لهذه المباراه اللي هي الفرح بالنسبه للجمهور الاسوان. اسوان، اسكندريه، القاهره، دولت الرموز بتوع مصر يعني. اسوان بما فيها من مش هتكلم على الاثار، انا بتكلم على كره القدم. فأنا لو سمحتوا أنا مش بقول على كده، كان لابد إنهم يفكروا، طالما حطيت الساعة 3 أفكر اللعيب ده هيلعب إزاي، لو أنا بفكر من ناحية علمية، اللعيب ده هيأدي إزاي الساعة 3، هيمتع المشاهد إزاي الساعة 3، سلامة اللعيب إذا كان القانون وضع لحماية اللاعبين والمسابقات تضع لحماية برضه اللاعبين والمتفرجين، المتفرجين قاعدين في بيتهم خلاص. فطبعا صعب جدا إنك أنت تلعب في هذا الجو، بغض النظر ان النادي الاهلي او نادي اي نادي من الانديه ال 18 بما فيهم نادي اسوان، دول بني ادمين، ما هماش سباق سيارات ولا يعني، لابد ان احنا نفكر ونعيد التفكير ونعيد ترتيب البيت الصح، مش ان احنا بنحط على الورق، دي جداول على الورق لكن مش جداول علميه، خصوصا انت لسه لاعب ماتش من يومين بالظبط، وبعدين شوف مدى الاجهاد اللي اللعيبه خدته، وبعدين تسافر برضه ده اجهاد، طب الريكفر او الراحه تاخدها امتى؟ ثم تلاقي ماتش زي ده مش ممكن. لو هتطلع من المباراه دي على معسكر لمنتخب مصر. طيب بمناسبه معسكر المنتخب يا اسامه، كابتن حسام البدري اعلن القائمه الرئيسيه لمنتخبنا. خلينا اقول لحضراتكم الاسماء التي تم كابتن حسام اعلنها للتواجد في المنتخب خلال الفترة القادمة. ضمت القائمة 19 لاعبا إلى جانب الرباعي المحترف في أوروبا النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.
الجهاز الفني اثر ان يعلن اليوم لمنح الاتحاد والانديه فرصه ابلاغ اللاعبين قبل حلول الغد الذي يعد اجازه رسميه. ضمت القائمه 7 لاعبين من النادي الاهلي: محمد الشناوي ومحمد عواد، رجب بكار، احمد فتحي، محمود علاء، باهر المحمدي، ايمن اشرف، عبد الله جمعه، محمد حمدي، طارق حامد، عمرو السليه، وحمدي فتحي، وعبد الله السعيد، ومحمد مجدي قفشه، وحسين الشحات، وعمر جابر، وحسام حسن، وعمر السعيد. دي القائمه الرئيسيه لمنتخبنا الوطني، 19 لاعبا الى جانب الرباعي الاجنبي، 7 لاعبين للنادي الاهلي في هذه القائمه: محمد الشناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، عمرو السليه وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشه، وحسين الشحات. طبعا لعيبه المنتخب يعني في رمضان صبحي كمان من المنتظر ان ينضم الى المنتخب الاولمبي، ولكن طبعا وصلاح محسن طبعا، ومصطفى محمد من الزمالك، وبقيه اللاعبين اللي بيلعبوا في المنتخب الاولمبي، اعتقد ان ده سوف يتم ضمهم بعد نهايه تصفيات كاس الامم بعد اذنكم 23 دلوقتي بقى من 9 عشان نكمل الموضوع. هل التسعه دولت انت ما انتش خايف عليهم لمنتخب مصر؟ مين التسعه؟ التسعه لعيبه. هل احنا مش خايفين عليهم؟ 7 في المنتخب الاول واثنين في المنتخب الاولمبي. هل انتم مش خايفين عليهم لمنتخبات مصر، المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول؟ انا ده يعني حاجه محيره ومغيره، ما حدش يقدر يتكلم فيها. انا الواحد فيه كلام كتير، بس ندي فرصه طبعا كابتن حشيش وكابتن اسامه. كابتن حشيش، اعتقد ان تاثير الحراره والتاثير سوء ملعب المباراه اعتقد بيؤثر، خصوصا النادي الاهلي خلال الخمس مباريات الاخيره ابتدى يلعب بشكل مغاير لما قبل، بمعنى ان النادي الاهلي بيحتاج الى ملعب جيد او ارضيته جيده عشان يقدر يلعب عليه. طبعا كلام مظبوط جدا. النادي الاهلي طريقه لعبه دلوقتي هي الاستحواذ في كل حته في الملعب، الجري الكتير، الحاجات اللي بنشوفها بتتعمل ناحيه اليمين وناحيه الشمال وفي نص الملعب، كرة دايما على الارض، انتهى موضوع الكور العاليه الطويله، كله بيلعب على الارض دلوقتي، فمحتاجه بالتالي ملعب كويس. لو هرجع لكلام الكابتن فتحي، يعني مش لعيبه المنتخب الكابتن فتحي بس اللي احنا عايزين نحافظ عليها، حتى لعيبه اسوان نفسهم او اي لعيب بيلعب داخل الدوري المصري هيجي في وقت يلعب على ملعب اسوان. انا كان نفسي، لا بس خلي بال حضرتك يا كابتن، الوقت بعد كده هيبقى مختلف عن دلوقتي. تمام، لا انا بتكلم على ارضيه الملعب مش الجو. ارضيه الملعب والجو. خلي بال حضرتك، انا من وجهه نظري ان ده يعني انت ليه تلعب دلوقتي النادي الاهلي في التوقيت ده؟ طبعا هي القرعه اللي عملت كده. بس الترتيب، ترتيب في الاول في الاخر طبعا غلط، ان هي بعد 48 ساعه تروح تلعب، وبعدين معروف ان اي فرقه راح تلعب اسوان لازم هتسافر، لان اسوان ابعد مدينه لاي فرقه راح تلعبها. صح. لازم هي، وفي ناس للاسف ما فيش امكانيات انها ممكن تسافر بالطياره دلوقتي، ممكن تسافر بوسيله اخرى، ايا كان حتى الطياره ما هي برضو سفر وتعب، وبعدين تمرين في نفس اليوم، فما بالك بقى ما بكون خلال بعد 48 ساعه من اخر مباراه الساعه 3 الظهر وفي جو طبعا صعب جدا جدا، وارضيه ملعب صعبه. لا شك ان طبعا كل الكلام ده هياثر على اداء المباراه النهارده وعلى اداء النادي الاهلي. انا كنت اتمنى ان فرقه او مدينه اسوان انها يبقى يعني تاخد مجموعه في امم الافريقيه اللي فاتت، كان هيبقى الموضوع كان هيبقى موضوع غير، كان هيبقى فيه اهتمام من الدوله، وكان الملعب هيتصلح والاضواء هتتعمل، وكان هيبقى وضع تاني، لان مدينه اسوان الدوله هتهتم بايه ولا بايه ولا بايه؟ ما في حاجات كتيره قوي في يعني بعيدا عن كره القدم، في حاجات كتيره جدا، ولكن خلال هتهتم من خلال اتحاد الكوره. بالظبط، اتحاد الكوره او وزاره الشباب. يا كابتن حشيش وحضرتك بتتكلم ارضيه الملعب، وتفضل يا كابتن حشيش. اللي طبعا الارضيه صعبه جدا، ما بتلعبش عليها طبعا كرة على الارض، دي هتاثر. نعم، رمل طبعا عشان يداري العيوب يا اسامه. الكلام ده خلي بالك اتعمل قبل مباراه المقصه واسوان في الدوري، بداوا يسففوا الملعب، كان فيه شويه مشاكل ومطبطه، فبداوا يسففوه قبل مباراه المقصه طبعا، قبل الدوري. طب انت فين من فتره عشان تعمل الملعب ده؟ اسامه معلش، وده برضو يعني هو كابتن اسامه طبعا مش بيهاجم، ولكن هو ده انتقاد للناس، لكن هم برضو الناحيه الماديه خلي بالك الناحيه الماديه في نقطه عايز اقول عليها برضو. معلش، في حاجة اسمها لجان بتعين الملاعب. أيوة. وخصوصا لما يبقى ملعب يعني زي ده، يعني السنة دي أول سنة في الممتاز،
فلازم كان في لجنه تعاين، وكان ممكن نادي اسوان طلب مثلا مساعده او دعم، ان هو لانه ده لما بتلعب الممتاز غير ما بتلعب برضه الممتاز به، فكان لازم يبقى فيه طبعا دعم. بس معلش مع احترامي كل، وطبعا بنقول يعني الله يكون في عون مجلس اداره نادي اسوان، خلي بالك طبعا مجلس اداره نادي اسوان محطوط في يعني الله يكون في عونهم، هيجيبوا منين يصرفوا؟ معلش يا كابتن فتحي هيجيبوا منين يصرفوا؟ مش يعني النادي غير التدعيمات اللي عملها الفرقه. برافو عليك يا كابتن فتحي، هو ده اللي احنا عايزين نقوله. النادي وبعدين السيد الوزير، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، اعتقد ان هو لما هيشوف في يوم زي النهارده اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم، يا جماعه اسوان دي حاجه كبيره جدا جدا بالنسبه لنا، ما ينفعش يبقى الملعب كده. هو ثلاث جهات يا اسلام، بعيدا عن مجلس اداره نادي اسوان، وبعيدا الله يكون في عونهم، ما لهمش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه ده خالص، ولا هذه المحافظه. كابتن انت عندك، انا عندك 13 مباراه هيلعبهم، ال 13 مش هيلعبوا في جو الحرب. معلش يا كابتن، لا لا معلش، ده بعد 5 اشهر. بص يا كابتن، المنظر وفرحه البلد النهارده مجرد وجود النادي الاهلي في اسوان ده يعتبر عيد قومي في اسوان. يعني اهو يا اسامه، ما هو قدامك اهو الناس نازله، بص في عز الساعه كام؟ الساعه 2 وربع درجه حراره، طبعا ده منذ قليل، فتلاقيه مثلا على الساعه 1 ونص 2 الا ربع درجه الحراره كام؟ هو اهم يوم بالنسبه لهم في الدوري كله، هو ده اهم يوم، اهم يوم في الدوري كله يا كابتن. بص كانت فتحي بعز، هي الفكره مش في ملعب ولا في توقيت مباراه، هي انت عندك منتج او سلعه بالظبط كده، ازاي انت بتطورها بدل ما هي بتسوقها بمليار، عايز تسوقها ب 2 مليار 3 مليار. احد اسباب، عليك احد اسباب تسويق المنتج ده او السلعه دي ان انا احط مواعيد مباريات تناسب الفرق وتحافظ على سلامه اللاعبين. النهارده عندك الجونه حر، عندك اسوان حر، عارف توقيت الصيف، يبقى الماتشات لازم تترحل بالليل على الاضواء الكشف. عندك حاجه ثانيه، حاجه الملاعب، هي الفكره مش فكره ارض، ما النهارده انت بتشوف في اوروبا بتلاقي الملاعب كلها بتترش قبل المباريات عشان تدي سرعه في اداء اللعيبه وفي الكوره. النهارده دي لوائح لازم تتحط قبل المسابقة. انت قلت كلمه جامده جدا، انت قلت دلوقتي انا عندي الدوري بمليار جنيه او بنص مليار جنيه، انا عايز ابيعه السنه الجايه اسوقه ب 750 مليون او ب 800 مليون او بمليار، الضعف مثلا، هسوقه ازاي في ظل هذه الاجواء بشكل او باخر؟ بص حضرتك الاوضه هناك كمان، ما انت عارف اسامه الاوضه هناك. انت في شهر ديسمبر مش محتاج تلعب بالليل، في شهر يناير مش محتاج تلعب بالليل، اذا ال 13 مباراه مش هتلعبهم كلهم بالليل. صحيح. يبقى اذا هتلاقي كل عمليه 5-6 مباريات بالظبط كده يتحملهم الاتحاد. وخلي بال حضرتك اساسا الملعب كمان، يعني زميلي شريف شعبان دلوقتي بعت لي بيقول لي الملعب تابع لوزير الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه باسوان، وبالتالي يعني ده اولى ان احنا نقول يا جماعه في ماتش زي ده. وزي ما هات لي اللقطه اللي فاتت يا سمير لو سمحت، لقطة الولاد الصغيرين وهم بيجروا ورا اتوبيس النادي الاهلي والجمهور وهو واقف لاستقبال لاعبي النادي الاهلي. والنبي يا جماعه، طب يعني بس ممكن تقف ثانيه؟ بس يعني اقف ثانيه يا جماعه، ده يعني اللي احنا بنطلبه بالمناسبه هو لتسويق، زي ما اسامه قال، اسامه اداني فكره رائعه الحقيقه، اللي هي فكره ان انا عايز اسوق الدوري السنه الجايه بدل ما هو ب 10 جنيه عايز اسوقه ب 20 جنيه. وبص الناس بص يا كابتن فتحي، بص يا كابتن حشيش، الناس بتجري، الناس فرحانه، الناس يعتبر بقول لك عيد قومي الساعه 1 ونص هو وجود النادي الاهلي هناك. وخلي بالك معظم هناك الجماهير في اسوان اهلاويه، امبارح مجرد وجود الاهلي ده اجازه كمان. يعني انا عايز اقول حاجه بس، يعني اتفضل يا جماعه، احنا على مستوى حتى الناشئين، اي نادي بيجي يشترك معانا في المسابقات تطلع لجنه تعين الملاعب وتشوف الملعب ده يصلح من حاجات كتير، من ارضيه وتراك بنسبة كويسة عشان التاكلينج ما يبقاش في صور يخبط فيه فالقصة دي يا كابتن، مع برضو مش يعني طالما فرقة طالعة من الممتاز به، لازم أهم حاجة مش عملية إنها تكسب أو تطلع الأولى على المجموعة بتاعتها عشان تصعد، لازم برضو أنت عندك ملعب إيه والملعب ده يصلح ولا لا، ويبقى في تنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من خلال اتحاد الكورة. في أندية كتيرة مش هتلعب يا كابتن، لكن أنا عايز أؤكد مرة أخرى، عايز أؤكد مرة أخرى على الاحترام المتبادل ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة أسوان. كل اللي احنا عمالين نقوله ده واللي احنا بنتكلم فيه لا يخص مجلس إدارة نادي أسوان، كلنا عارفين وكلنا رحنا أسوان وكلنا عشنا في أسوان شوية وعارفين قد إيه الناس بتبقى هناك. مجلس أي مجلس إدارة بيبقى موجود بيتعرض لضغوط كبيرة جدا 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 في السنة اللي بيكون فيها بيلعب في الدوري الممتاز، لأنه خصوصا كمان في ظل تأخر بعض الأموال والكلام ده كله، ولكن هناك احترام متبادل، وبأؤكد على هذا الاحترام ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين ومجلس إدارة نادي أسوان زي ما حضراتكم بتشوفوا.
او شفته من شويه اسوان كلها اهلاويه بندافع عنها بالظبط كده. وبعدين في بالظبط كده نظره من المسؤولين اصحاب القرار للانديه الشعبيه والانديه الموجوده في الاقاليم. خلي بالك انت مجرد ان طنطا موجوده نادي طنطا بيعمل حاله في المحافظه كلها بالظبط او في المدينه كلها صح. والجماهير والتفاف وتوجه الشباب ناحيه ناديهم برضه نفس الكلام في اسوان محافظه اسوان. شوف لما يكون ممثل الصعيد الوحيد هو نادي اسوان ويبقى فيه اهتمام بالدعم المادي واهتمام بالملعب. واحنا عايزين اسماء اللعيبه الانديه الجماهيريه زي ما انت بتتكلم. يعني انا عايز طنطا يقعد السنه الجايه في الدوري. عايز اسوان الانديه الشعبيه الانديه الشعبيه. وخلي بال حضرتك برضو في ظل الضغوط المتزايده لان هناك اللجنه الخماسيه برضو ما هو عندهم ضغوط كتيره جدا وعندهم حاجات كتيره بس جدا. بس في ممثل للصعيد دلوقتي في اللجنه الخماسيه دكتور جمال محمد علي. مظبوط بس خلي بالك الضغوط كتيره جدا فبتخلينا الله يكون في عونهم. لكن صح. خدوا بالكم من حاجه زي دي. يعني هو النادي الاهلي دلوقتي اللي احنا بنعمله دلوقتي لن يستفيد منه النادي الاهلي. خد بالك خلاص خلاص اللي احنا بنعمله للفرقه الثانيه اللي احنا بنعمله مش للفرقه الثانيه. انا بعمل كده عشان اسوان طبعا. انا بعمل كده هنا وفي نفس الوقت الفرقه الثانيه برضه والفرق الثانيه وخلي بالك عشان الدوري العام المصري ب 10 جنيه لا احنا عايزينه ب 20 صح. كل ما هيتطور كل ما هتبقى فيه امور جيده هتبقى الامور افضل بكتير واحنا نفسنا هيبقى عندنا. وخلي بالك انت الدوري الاقدم والاعرق وفي الشرق الاوسط ويعني بتلعب من غير جمهور والعالم العربي كله على الاقل بيتابعك وكل ده فبالتالي ما زال عندنا مشاكل في الدوري برضه بالظبط واحده واحده الملعب التوقيت جداول وما زال برضه الاخراج. ما الاخراج ده برضه صوره انت بتبرز الصوره النهائيه بتاعت الشكل العام الشكل الحلو برضه ما زال لسه عندك بتلاقي الفرصه جات وفرصة خطرة وتلاقيها بتتعاد بعدها سبع ثمان دقايق والزوايا كمان يا أسامة الزوايا زاوية الكاميرا كمان المباراة السابقة والله يا كابتن في كور أو في 10 دقايق في النص كده ما شفناش الكورة مش عارفين نعمل إيه يعني أنا قعدت ألف حوالين والله قعدت أبص كده طب يعني ألف حوالين تتبع بعدها بثلاث أربع دقايق سيبك من الإعادة أنا بتكلم في البداية حتى أشوفها التصوير نفسه أشوفها مرة أول مرة أنت بتلعب الإنتاج الحربي في استاد السلام يعني مش بتلعب مثلا هنا لا أنت بتلعب الإنتاج الحربي في استاد السلام فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا في الاخراج انا اتكلمت عنها الحلقه السابقه لكن انا باؤكد على هذا الموضوع اتمنى النهارده ان انا اشوف مايك يعني مايك يتحط بعد في المؤتمر الصحفي اذا كان هناك مؤتمر صحفي بعد نهايه المباراه يتحط للصحفيين اللي بيسالوا الاسئله للمدير الفني زي ما طالبت في الحلقه السابقه معلش يعني احنا بنحاول ان احنا نساند نادي اسوان بكل الطرق الحقيقه بجد يعني اسوان في قلوبنا لما بكلم الكابتن فتحي وكابتن حشيش وكابتن اسامه على يقول لك اسوان ده يا جماعه دي حته مننا دي قلبنا من جوه يعني اسوان دي عشان كده اهلها طبعا اهلها وناسها حاجه تفرق والنادي الاهلي بالنسبه لهم هناك بيبقى عيد زي ما حضراتكم شايفين وكل اللي احنا عمالين نقوله ونعمله ده عشان اللي جاي النادي الاهلي كده كده المباراه القادمه هتتلعب في القاهره فانا بتكلم عشان اللي جاي هو ده الاسلوب اللي بيتكلم بيه دايما الكبير النادي الاهلي هو كبير الانديه المصريه وبالتالي لما يتفتح حاجه زي دي في قناه النادي الاهلي اعتقد ان هيكون ليها صدى خلال الفتره القادمه. طب سريعا جدا قبل بس ما نخش في المباراه كابتن فتحي او كابتن اسامه خلينا نبدا بكابتن اسامه عايز اعرف تعليقك على الاختيارات الفنيه للكابتن حسام البدري بالنسبه للمنتخب كده دقيقتين ثلاثه بسرعه لغايه لما نوصل للمباراه. هو المنتخب عندك يعني كابتن حسام لسه في بدايه اول اختيار ليه لمنتخب مصر تم ضم سبع لاعبين من النادي الاهلي احمد فتحي في ايمن اشرف حمدي فتحي اللي بيتم ضمه لاول مره وكان دايما هنا بنرشح حمدي فتحي ان هو من اللعيبه المميزه صح. وما شاء الله اضافه قويه للنادي الاهلي من وقت ما تم انضمامه في يناير أيوة. وهو يعني بيقدم مستويات ما شاء الله مستوى ثابت في ومجدي قفشه برده خلي بالك اول مره منذ قدومه للنادي الاهلي مجدي قفشه عمرو السليه برده كان غيابه عن فتره كان انضم بالزبط. ورجع فالنهارده بياخده حسين الشحات برده كان بينضم على فترات النهارده لسه كابتن حسام زي ما بقول لك بيتحسس لسه الاختيارات المنتخب اكيد يعني هو لسه في فتره جس نبض لسه عنده المباراه اللي جايه كان على ما اعتقد بوتسوانا ضم اربع محترفين بس محمد صلاح تم يعني مش موجود في المعسكر اللي جاي هو عايز يدي فرصه
معنى الكوره عايز يدي فرصه يتعرف اكتر. ممكن يقول لك في لعيب انا هجيبه المباراه اللي جايه مش هلاعبه. طب هجيبه ليه وما لاعبوش؟ انا عايز اضم عناصر جديده عشان يبدا يعمل توليفه جديده لمنتخب مصر. كابتن فتحي برضه اخد تعليقك سريعا جدا على التشكيله بتاعت كابتن حسام البدري. لا هو الفرق بقى من مدرب اجنبي ومدرب مصري كنا هنقدر نعلق، لكن الكابتن حسام اكيد حافظ كل مجموعه اللعيبه المصريين دول طبعا، لانه من العام الماضي هو كان في بيراميدز وكان مسؤول كان رئيس نادي هو. لكن هل معنى كده ما كانش بيشوف كوره؟ كان بيشوف كوره. وبعدين كابتن حسام ده راجل مدرب كوره عارف وفاهم ومؤهل ومثقف وجاهز ان هو يقدر يختار. اختياره هؤلاء اللاعبين انا بس بضيف للكابتن اسامه انهم 9 لعيبه لان في 2 اداهم للفريق الاولمبي بس ما تقالش اساميهم. لكن هو ما اداهم 7 لو ما 7 للفريق الاول و2 اتفق مع الكابتن شوقي انهم ينتخب منتخب الاولمبي، لان المنتخب الاولمبي في نفس الفتره دي عندهم معسكر، هيبقى في معسكر في نفس الفتره دي. كابتن شوقي لسه لم يعلن القائمه رسميا، ولكن هناك اتفاق ما بين الاثنين. معلومه يعني عند الكابتن تمام يعني معلوم ان التسعه دول اذا واخدين 9 من فرقه النادي الاهلي لمنتخب مصر. فاذا هو شايفهم اكتر، مش لان هو كان مدرب النادي الاهلي، لان هم فرضوا نفسهم في خلال الاربع ماتشات. حد يقدر يتكلم على 9 اسماء دول؟ الاربع ماتشات او 7 يعني اللي موجودين دلوقتي، الاربع مباريات السابقه، فدول فرضوا نفسهم هؤلاء اللاعبين في المنتخب. اسماء جديده يا كابتن حشيش، يعني انا لفت نظري الحقيقه محمد بسام حارس المرمى، رجب بكار الكل كان بيريد ان يكون متواجد خلال الفتره السابقه، ايضا في عمر جابر اللي بيقدم مستويات جيده جدا مع نادي بيراميدز، حسام حسن واعتقد هدفه امبارح في امبي كان له دور في تواجده مع المنتخب، عمر السعيد برضو من نادي الزمالك على الرغم ان هو ما بيلعبش كتير الفتره دي، لكن كابتن حسام بيبحث ايضا عن رؤوس حربه حراس المرمى، هناك اسماء جدد. طبعا عايزين نقول ان دي اختيارات مبدئيه، اول اختيار للكابتن حسام، الدوري لسه ما انقضاش منه غير يمكن اسبوعين بس، ما يلحقش برضه يظهر المستويات بتاعه اللعيبه، بس بشكل عام كده في مؤشر واضح ان الكابتن حسام عايز يغير جلد المنتخب، عايز يختار اختيارات ما خدتش فرص كانت جديره انها تبقى في منتخب مصر قبل كده. مظبوط. حب ان هو يعني يضيفها خلال الفتره اللي جايه دي، واعتقد ان الفرصه يعني من خلال الكابتن حسام كده بيدي اعلان ان الفرصه متاحه لكل لعيبه مصر. تمام، خلينا نطلع نبدا بقى نتكلم عن مباراه النادي الاهلي ونادي اسوان، خلينا نطلع نشوف تاريخ المواجهات ما بين النادي الاهلي ونادي اسوان، ونرجع ناخد راي نجومنا الكبار في هذه المباراة الصعبة اللي هتبدأ حتى الآن في تمام الساعة 7. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كابتن فتحي، زي ما قلنا تشكيل النادي الأهلي لهذه المباراة، محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد أو محمد هاني ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، أيمن أشرف وياسر إبراهيم، حمدي فتحي والسولية ومجدي قفشه، وعلى اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال رمضان صبحي، وفي الامام جونيور اجاي. ايه راي حضرتك في هذا التشكيل؟ قبل كده احنا قلنا الاراء بتاعتنا كلنا ما هي الا اجتهاد، لكن الراي الاخير للمدرب. هو في تغيير واحد بس اللي هو رامي ربيعه مع ياسر بس، اما في تثبيت الفريق فهو بدا دلوقتي كمدرب حط ايده على اللاعبين ويحب يثبت فرقته، فانا مش شايف غير تغيير واحد. الحته برضو ان احنا بنقحم نفسنا فيها ونقول هل كان يلعب ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ لا، نتركها للمدرب وده حق اصيل له، نتكلمه بعد المباراه. بعد المباراه ممكن نقول راينا كان المفروض يعمل ده، كان المفروض يعمل كذا، لو عرفنا الاسباب. احنا لا نعلم الاسباب لان هو اللي بيضرب دلوقتي، فهو عارف ايه اللي قدامه، عارف اللعيبه اللي قدامه، عارف ده مستواه ايه، عارف ده ايه، عارف ايه، عارف ايه. وكابتن فتحي مصمم كل حلقه حلقه يخلينا نسكت ما نتكلمش. لا لا يا كابتن اسلام، بالعكس انا بدي للمدرب حقه عشان بس ما الناس كتير مش. طب تمام، يعني خلينا ناخد بقى يعني حد. هو كابتن فتحي قصده ان هو اكتر واحد عايش مع اللعيبه، عايش فعارف. لا بس كابتن فتحي كل حلقه يقول لنا اللي هو ان لا يا جماعه المفروض نستنى لغايه. طب هنسال ايه يا كابتن؟ قول لي. ما نسالش عن التشكيل؟ لا لا، التشكيل احنا قلنا التشكيل، ثبات التشكيل جزء من النجاح، ثبات التشكيل جزء من هو حط ايده على امكانيات مجموعه اللعيبه.
ثبات التشكيل. واحنا قلنا قبل كده ان اي فرقه محترمه، اي فرقه بتلعب في بطولات كبيره، اي فرقه بتاخد كاس عالم، مش هقول على بطولات انديه، 8 لعيبه على الاقل يكونوا ثابتين. بس هو كابتن فتحي الراجل ده يعني هو ما ثبتش 8 دلوقتي، هو الامتياز بتاعه ده ثبت لنا 10، قبل كده كان بيثبت لنا 9. تمام. فاذا هو ماشي على الطريق السليم. انا مش بجامله ولا بجامل النادي الاهلي، احنا بنقول دلوقتي فكر علمي مظبوط له ان هو بنقول هذا التثبيت دلوقتي اصبح الثبات ل9 لعيبه، لا اصبح ل10 لعيبه. كابتن حشيش الراجل ده يعني انا رايك في التشكيل ولا طبعا. ايه؟ لا انا بقول ان الراجل يعني غير النظريه بتاعه ثبات التشكيل. يعني خلال الماتشات اللي فاتت شفنا تشكيلات مختلفه كتيره، وده لانه جهز اهداف بالهدفين وثلاثه في الشوط الثاني، انت يبقى انت بدنيا واقف كويس. احنا مسجلين بدون قطع حديثك ال 14 هدف منهم 9 في الشوط الثاني. طيب يبقى دي برضه نواحي 9 و5 في الشوط الاول. نواحي بدنيه 14 هدف، نواحي بدنيه النهارده انت مجهز اللعيبه بشكل كويس، زائد التغييرات اللي بيجدها فايلر لما بينزل الشوط الثاني، وشفناها مع اول مباراه ليه مع كانو سبورت، كان بينزل صح محسن وليد سليمان هما اللي بيسجلوا. دلوقتي بتشوف المباراه اللي فاتت تمام انتاج الحربي، وليد سليمان هو اللي بينزل وهو اللي بيسجل، ما دي برضو تحسب لفايلر. فايلر عمل حاجه كويسه جدا ما كناش شايفينها مع لاسارتي ولا مع كالترون. دلوقتي النادي الاهلي بقى بيلعب في مساحه بتتكلم دلوقتي في 30 40 متر يا كابتن فتحي، الفريق كله بدايه من اجاييه نهايه بايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم والباكين، بقى النادي الاهلي دايما بيلعب في المساحه دي. لو من الفرقه الثانيه بتحضر بتلاقي اجاييه بيرجع، بتلاقي ايمن اشرف بتلعب في مساحه ضيقه، بتوجه الكوره بتعمل عمليه الضغط، وانت بتهاجم بتلاقي المساحات برده قريبه، ما فيش الفجوه الكبيره ما بين خط الدفاع. كان دايما بتلاقي في 5 بيهاجموا في النادي الاهلي و5 بيدافعوا، وفي جاب كبير جدا في عمليه وسط الملعب دي. اي فرقه في المساحات اللي عليك في الهجمات المسدده بتلاقي بتستلم الكوره وبتعمل عليك خطوره. دلوقتي النهارده بتلاقي الشكل زي فرقه برشلونه بالظبط، وهما بيهاجموا بتلاقي خط الظهر قريب من خط وسط الملعب، اول ما بيعملوا الهجمه المرتده ايمن اشرف يقطع الكوره بسرعه بتبدا تحضر تاني، بيساعدك كمان في المساحات الضيقه دي وانت بتلعب في 30 و40 متر. عمليه الاستحواذ اللي بنشوفها في النادي الاهلي النهارده ما شاء الله بتلاقي حمدي فتحي قريب من عمرو السوليه قريب من رمضان صبحي، دايما اللعب لمسه واحده، لمسه ولعبه وفي حاله حركه. اسهل حاجه في كره او اصعب قصدي اخ يعني اصعب حاجه في كره على الفريق المنافس انك بتلاعب فريق انك بتلاقي دايما اللعيبه كلها في حاله حركه. رمضان صبحي ما عندوش تمركز في مكان، دايما واقف على الخط بيستلم الكوره فيروح للباك رايت ماسكه بالسهوله، لا بتلاقي رمضان صبحي دخل جوه. أيوة. بتلاقي هروب دايما من الرقابه طبعا على طول. صحيح كابتن تكمله انا لا لا اتفضل يا كابتن. بص تكمله يا كابتن اسامه، التمرير والاستلام دولت اصعب حاجه بس دولت عايزين لعيبه مستوى عالي. فهو اظهر امكانيات لعيبه النادي الاهلي يعني دلوقتي دي ما يقدرش يعملها مع اي فرقه. يعني لو هو نفس المدرب ده راح في فرقه ثانيه مش هيقدر يعمل الشغل ده. ليه؟ لان ما فيش امكانيات اللعيبه دي. اللعيبه دي عندهم مهاره التمرير والاستقبال والتحرك بدون كره مهمه. اخر ماتش يا كباتن اللي جابه الجول اللي جابه رمضان صبحي هو اللي رامي التماس. يعني ان التحرك بدون كوره رميه التماس، وده اكيد مدرب محفظه يا كابتن اسلام طبعًا. لما نقول الضربات الثابته دي احد حلول الضربات الثابته، لان هو مش ممسوك، اللي بيرمي الكوره من اوت ما حدش ماسكه، هم ماسكين كل لعيب. فهو رمى الاوت وجري وهو راح حطها. راح فين بقى في قلب الملعب. كنت أيوة. كنت بتشوف رمضان صبحي دايما في حته القلب دي، لا دايما رمضان صبحي كنا بنشوفه على الخط. ده دور مدرب بقى يا كابتن فتحي. ما انا بقول لك مباراه سموحه ده دور مدرب استغلال الضربات الثابته، ودور اللي انت بتقول عليه التحرك بدون كوره. هو رمى الكوره رميه التماس وهو اللي راح جاب الجول. اذا ده التحرك ده هو ده المهم، انه بيتحركوا كوحده واحده. هنضيف بس حاجه كمان بالنسبه للمدرب الحراس اللي بالنسبه للشناوي، لو نشوف كل الكور اللي بيلعبها ميشيل ياناكوني، اسمه ميشيل ياناكوني ميشيل. لا بالنسبه للشناوي انا بقول الشناوي نفسه. لما بقول الشناوي بيعملها مش بالنسبه للشناوي، انه بيلعبها لا اما ناحيه الشمال لا اما ناحيه عمره ما بيلعبها في العمق زي زمان. ايوه فما بيلعبش في العمق. مين اللي خلاه يعمل كده يا كابتن؟ المدرب بيقول له عشان انت لو اتلعبت في العمق هترجع اي المدافع والمتعمقين والتكتل وكده مفيش مساحه، فهو بيسقطها في الحته دي عشان يديله فرصه او يحطها ناحيه اليمين فيديله فرصه. اما لو لعبها في النص
هترجع عليه تاني بالون. فبرضه ده شغل الحاجات دي. محدش احنا بنتكلم هنا مش بنتكلم شرح نظري، لا احنا بنفتح حاجات وحاجات علميه، حاجات علميه في كره القدم خصوصا. يعني كلكم نجوم كره قدم، لعبتوا مش ما انتش دخلاء ولا وقعتوا بره شوط على كره القدم. تمام، خلينا نطلع نشوف تقرير هذه المباراه اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن حشيش، الاعتماد دايما الجهاز الفني او النادي الاهلي على حمدي فتحي والسوليه ووجودهم والربط ما بين الدفاع والهجوم، هو واضح ان هو المدير الفني مقتنع بقدراتهم الدفاعيه والتكمله مع الهجوم. هم عليهم الحقيقه عبء كبير جدا جدا نتيجه للطريقه اللي بيلعب بيها هو، في ان دايما الاطراف عندنا بتبقى طايره. دي طبعا لقطات حصريه للنادي الاهلي لقناه النادي الاهلي لتسخين لاعبي النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن حشيش. فنتيجه للاسلوب او الطريقه اللي بيلعب بيها فايلر انه دايما الاطراف بتاع النادي الاهلي هي اقوى اطراف للنادي الاهلي، فبيعتمد اعتماد كبير جدا جدا على حمدي فتحي وعمرو السوليه في قفل الاجناب ورا الاثنين الباكين. كذلك برضو في التكمله بتاعه حمدي فتحي بيكمل في بعض الاوقات وشايفينه بيصوب على المرمى وفي الكور الثابته سواء هو او السوليه. اللي انا عايز اقول ان دلوقتي في بقى في اكتر من مفتاح لعب للنادي الاهلي. أيوة. يعني انا شايف ان خلال الفتره اللي فاتت حتى الاهداف، هداف الفرقه ما تقدرش تقول مين هداف الفرقه، رمضان ولا حسين الشحات ولا وليد سليمان، يعني كذا واحد، علي معلول، احمد فتحي، محمد هاني. فالنادي الاهلي دلوقتي بصراحه بقى يعني انا بأشفق على الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي من طريقه الاداء النادي الاهلي في الاستحواذ، ومبقاش في خطوره من ناحيه واحده، الخطوره بتاعت من الاجناب، خطوره من العمق، التصويبات شايفين فيه، حتى كمان الكور الثابته بقى فيها بعض التركات اللي بتتعمل تعليمات كتيره. زي ما بقوله هرجع تاني اقول النهارده بعد ما شفنا كمان ارض الملعب، برضو انا مشفق على لعيبه. ارض الملعب مشكله زائد الحر، فدي محتاجه اسلوب لعب معين، الكره هي اللي بتتحرك، الالتحامات كمان في الاراضي زي اللي احنا شايفين برضو بعض الاماكن في الملعب اسلام محطوط فيها رمل، يعني حتى دي مش هينفع تترش، لان لو ترشت دي هتبقى الرمل دي هتتحول لطين، فدي مشكله. صح. المشاكل يعني المفروض في الاجواء الحر دي يا كابتن فتحي وانت سيد طبعا عارفين ان دايما الملاعب بتترش، فده الملعب ده بالتحديد ما ينفعش يترش، هتبقى مشكله كبيره، فدي هتزود برضو عبء على اللعيبه الصهد اللي طالع من ارضيه الملعب. نتمنى ان شاء الله النهارده، يعني اهم حاجه عندنا النهارده باذن الله اللعيبه تخرج طبعا بالنتيجه لصالح النادي الاهلي، والحمد لله ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اصابات. يعني كابتن اسامه، هل من الممكن ان نرى النهارده تغير في اسلوب اللعب، بمعنى ان النادي الاهلي خلال الخمس مباريات السابقه مع ريني فايلر بيلعب دايما على الارض، هل ممكن النهارده نشوف طريقه لعب مغايره؟ هو ده المفروض النهارده يلعب برضه على الارض، خاصه النهارده مع الجو الحر، درجه الحراره العاليه. اكتر حاجه يقول لك المدرب يقول لك خلي الكوره هي اللي تتعب، ما تجريش انت بالكوره كتير، ما تحطش زميلك دايما في منافسه انه يجري مسافات طويله ومسافات خلي الكوره دايما هي اللي تتعب في الجو الحر. النهارده عنصر التركيز في الفرص اللي هتصنع النهارده واللعيبه تسجل منها بدري تسهل المباراه بشكل كبير جدا. عمليه الاستحواذ النهارده، تدوير الكوره مطلوبه، خاصه ممكن هنلاقي اسوان شويه النهارده في تحفظ دفاعي، هتلاقيهم كلهم تحت الكوره النهارده، ممكن 10 لاعبين هم غير من طريقه لعبه تحت الكوره، فانت مطلوب النهارده يبقى في تمرير سريع، في دايما حركه بدون الكوره، دايما في الفرص اللي هتكون موجوده يكون في تركيز جدا من اجاييه، من حسين الشحات، رمضان صبحي، قفشه. لو سجلت هدف بدري سهل المباراه بشكل كبير. في مباريات في الدوري مش شرط الاداء دايما يبقى بتكسب مع اداء، لا، في مهم الثلاث نقاط خاصه في ظل الاجواء دي، كانت فتح الجو الحر، سوء ارضيه ملعب، عندك مباراه قادمه امام نادي الزمالك، فانت عايز تروح وانت كسبان الثلاث ماتشات، عندك 9 بونت، فانت النهارده ده شيء مهم جدا، وما عندكش اصابات، فانت مهم النهارده انك ربنا يكرمنا ووفقنا، اول حاجه بتدور عليها هو انك تاخد الثلاث نقاط علشان المرحله اللي جايه. لكن على ما اعتقد اسلوب اللعب مش هيتغير، هو برده نفس اسلوب النادي الاهلي، الكرة السريعة، تدوير الكرة، الضغط في الأماكن اللي هيبقى متاح فيها. بس ده مش ممكن يكون أصعب شوية في الملعب النهاردة؟ طبعا هو ممكن يكون صعب، بس يعني لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله
قادره برضو ان نفس الاسلوب ونفس طريقه اللعب تكون تفضل محافظه على نفس الشكل. يعني الكور الثابته ممكن النهارده يكون ليها دور مهم جدا. فاجئنا بيها فايلر في كل مباراه، دايما بيعمل في كره ثابته حاجه جديده بيفاجئنا احنا بيها، سواء في كره ركنيه او كرات الثابته خارج ال 18. ممكن برضو الكرات الثابته يكون ليها دور النهارده. الاطراف النهارده دور علي معلول، دور محمد هاني مع رمضان صبحي وحسين الشحات وقفشه دايما اللي بيربط الخطوط وبيبقى دايما بيجي من تحت، دول اللي هيبقى ليهم دور مهم جدا النهارده. دكه البدلاء يا كابتن فتحي سريعا جدا، شريف اكرام، احمد فتحي، رامي ربيعه، وليد سليمان، حسام عاشور، وليد ازارو، صلاح محسن، اعتقد هيبقى ليها دور كبير النهارده كالعاده. يعني اكيد هو يعني لما بيغير هيغير، لان برضه هيفكر في الماتش القادم ازاي. أيوة. ممكن لو عاوز يبدا يعني ان شاء الله باذن الله، بس يكون التغييرات بدون اصابات، يبقى تغييرات للراحه او للرؤيه الفنيه، يعني مش عايز يغير واحد بدل واحد. طبعا حضرتك برضه النهارده 7 لاعبين هينضموا. يعني بعد الماتش ده المفروض في بعض لاعبين النادي الاهلي هيستريحوا 2 أو 3. ولكن في بعض اللاعبين وهم الاكثر لعبا هيبقوا متواجدين في المنتخب. هيكونوا في المنتخب، وبعدين عندنا كابتن اسلام لو اصابات يعني الغيابات، غايبين الغيابات والاصابات. ما تنساش ان فرقتك دلوقتي بتلعب، ما بقولش ان مين، انتوا فتحتوها مين الهداف، احنا عندنا ال 14 جول جابهم 6 لعيبه، يعني مثلا جونيور جاب 4، حسين الشحات، صلاح محسن 2، وليد سليمان 2، رمضان صبحي 2. اذا عندك كذا لاعب يقدر يجيب اجوان، اذا ما فيش خوف ان هو يطلع لاعب وينزل لاعب تاني. تمام. تفكير في المباراه القادمه، مش للمباراه دي. تمام. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه، كل الامنيات طيبه للنادي الاهلي أن يفوز ب3 نقاط وينهي هذه المرحلة بشكل جيد. 6 مباريات آخرها النهاردة إن شاء الله، اللي هتبدأ هذه المباراة بعد أقل من 2 أو 3 دقائق هتكون هتبدأ هذه المباراة. عموما زي ما حضراتكم دايما متعودين، استنونا بعد نهاية المباراة مباشرة إن شاء الله، إن شاء الله تكون 3 نقاط في حوزة النادي الأهلي، ونقول لحضراتكم أو دايما تكونوا معانا من خلال كل كواليس ما يحدث بعد نهاية هذه المباراة على شاشة قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا كابتن فتحي، شكرا جزيلا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا يا كابتن أسامة. هسيب حضراتكم تتفرجوا على المباراة، وبعد نهاية المباراة مباشرة انتظرونا في 2 ساعة ما بعد نهاية المباراة.